القيادة العامة تحبط مخطط التآمر على القوات المسلحة من الإسلام السياسي والأجنحة التابعة له. سلسلة من الحقائق سنكشفها لكم عبر قناتنا حول مخطط الجماعات الإسلامية للسيطرة على الدولة وتحويلها لإمارة من إمارات القاعدة وداعش. تسليم وزارة الدفاع لأبرز قيادات الجماعة الليبية المقاتلة خالد الشريف. كلف خالد الشريف من قبل لجنة الدفاع للأمن القومي كوكيل لوزارة الدفاع لاستبعاد ضباط القوات المسلحة وتكليف قيادات مقربة من الجماعة الليبية المقاتلة، وكان يتبعه كل من المحاسبة المالية، إدارة الحسابات العسكرية، القدرة الأفريقية، وكيل وزارة الدفاع للشؤون الخارجية التهامي بوزيان، وهو آمر كتيبة الفاروق المتشددة ومؤسسها، وهي إحدى الكتائب التابعة لتنظيم القاعدة، إدارة التدريب بالجيش، إدارة البعثات الخارجية، إدارة المشتريات العسكرية لشراء الجماعات أو لشراء بعض الجماعات وبعض الأسلحة للجماعات المتشددة تحت غطاء شرعية وزارة الدفاع، ووكيل وزارة الدفاع لشؤون حرس الحدود، وقد كلف بها صديق الغيثي وهو أبرز القيادات الجماعة الليبية المقاتلة. حرس الحدود للسيطرة على كافة الحدود الليبية لتمويل تنظيم القاعدة في المغرب العربي والأجنحة التابعة له في الصحراء الليبية. خطة التآمر لتفكيك المؤسسة العسكرية بدأت أولا بإنشاء حرس رئاسي شبيه للحرس الثوري الإيراني يأتمر بإمرة المفتي المعزول الصادق الغرياني ويتبع تعليمات الجماعة الليبية المقاتلة وضم كل من كتيبة البتار والفاروق وأنصار الشريعة للحرس الرئاسي. ثانيا إنشاء مجالس عسكرية في كل المناطق والقرى، وذلك باختيار شخصيات مقربة من الجماعة لرئاسة هذه المجالس. ثالثا إيقاف دفعات التجنيد في الكليات العسكرية لمدة 6 سنوات. رابعا إنشاء قوة بمسمى الدروع في المنطقة الشرقية والغربية وجنوبية على أن تكون صلاحيتهم ومرتباتهم أعلى من مرتبات الجيش لاستقطاب أكبر عدد من المتطوعين، ويتم تزكية القوائم من المفتي المعزول. خامسا إعفاء كل الضباط وإحالتهم للتقاعد من قبل لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني السابق والذي يترأسه عبد الوهاب قائد. سادسا إعادة الضباط المفصولين من القوات المسلحة الذين تم انتماءهم لانتماءات عقائدية وإعادتهم للمشهد بمهام تحت غطاء عسكري مثل أسامة العبيدي أو أسامة العبيدي فصل من الدراسة في الكلية العسكرية لانتمائه للجماعات الإسلامية بعد 2 سنين من الدراسة في الكلية. تم ترقيته لرتبة مقدم وكلف معاون للإرهابي الشركسي آمر ما يعرف بسرايا الدفاع. محمد النيام وهو مدني تم تكليفه كمدير لمكتب الإرهابي خالد الشريف، درس فيما سبق في كلية السلاح الجوي في يوغوسلافيا وفصل بعد 2 شهرين من الدراسة لانتباهه لجماعة الليبية المقاتلة. تم ترقيته من المؤتمر الوطني السابق لرتبة عميد وكلف مدير للقدرة الأفريقية ويعتبر من أبرز القيادات الإرهابية. هذه سلسلة من التقارير لكشف المؤامرات التي حاولت الجماعات الإرهابية حياكتها للسيطرة على مفاصل الدولة، وهذا قليل من كثير من سلسلة سوف نكشف فيها مخطط الإخوان للسيطرة على الدولة على الصعيد العسكري والمالي والاقتصادي. شكرا لكم.